قديش واثق من حالك لحتى عم تنقي يا أرض؟ هلأ بصراحة لما أتفق مع حدا بحب إني أعرف التفاوض على شو رح يكون. لحتى يكون في اتفاق لازم شوف نتائج، ومالي شايف شي لهلأ. رح تشوفن. لحد هلأ أنت مو بس ما عم تساعدني، عم تعطلني. رحت لحتى قابل إليني لنحكي وإلا عن عرضي بخصوص أرضها، وشفت مرة معصبة عم تتهمني بقصة كبريت وحكي فاضي ماله طعمة. كانت ورح تضل ضدك دوكاس حتى لو كانت قصة الكبريت مزبوطة أو لا. بالمعنى عم يدفعلك على الفاضي؟ من دوني كانت الاعتراضات نزعت لك كل شغلك، مزبوط دوكاس؟ وهلأ صار في عندك حليف بالطرف الثاني، هاد اللي عم تدفع له مصاري. ما عاد ادفع، هاي القصة رح تنحل من دونك ورح تسمع الأخبار. أي أخبار؟ شوفي أنا برأيي تروح على بيتك يا توماس وحاجة تتمشى بحقولي. ما عاد في بيننا لا اتفاق ولا شيء، ولازم تتشكرني لأنك رايح على رجليك مو محمل. أنت عم تقلعني مو؟ وأنا مبسوط. لحتى تعرفوا إنه في عندكم مختار بيتقل بالذهب. صح الفرقة مو كبيرة بس العرض كان ممتاز، ما حدا عملها. ما بتفرق إذا كانت كبيرة ولا صغيرة، المهم إنه مبارح ضحكنا من قلبنا، ولازم تعرفوا إنه الضحك بيشرح القلب. عندك أنا مثلاً ما بتفرق معي حتى لو جبت لي أليكي فيوكلاكي. شو رأيكم تسكروا السيرة وتاخدوا شي كتاب؟ جبت لكم كتب جديدة. إيه يا جماعة، القراية بتفتح المخ. طبعاً يقروا، بس أنا تذكرت شغلة هلأ. شو باك؟ معه كوستاس؟ الكتاب اللي رجعته مبارح كان مشقوق من الزاوية، لهيك رح تدفع حقه مع حق فنجان القهوة. وانت تاسوس منقط بقعة زيت. ايه؟ يعني اذا اكل مرتك طيب لا تاكل انت وعم تقرأ لك اخي. مرحبا، اهلين من التيادس. تفضل عود معنا، تفضل تفضل. شكرا لك فيوليتا. ساوينا قهوة على كيفك لميليتياديس. أكيد من عيوني. ما في داعي تعاملوني كأني ولد، أنا منيح يا جماعة. ميليتياديس